القاعه الاغتيال ديال المهدي المبركة. وانا بالمناسبه ارجح خطاب الحسن الثاني في هذا الموضوع، يقول بانه لا يمكن ان يقتل استاذه، ان يغتال استاذه. المغرب استعمل امنه كما استعمل الامن الفرنسي ضدا على اراده دوغول نفسها، وبالتالي اغتيال المهدي عنده بعد عالمي. اما عبد الرحيم بسبب 67 دار واحد المحاضره مثيره جدا في سينما النهضه في سلا، وانتقد فيها نفسه وكان عنيف جدا في عبد الرحيم اخر لا علاقه لعبد الرحيم المعروف بالعقلانيه والهدوء والبعد الاستراتيجي والحضار. الولي عندما انتبه الى انه وقع في تجريبيه قاتله فصلته عن الوطن وفصلته عن الشعب المغربي بالطبع، عندما انتبه قتلوه. مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم، سعيد بأن أستضيف الأستاذ عبد الصمد بالكبير الأكاديمي والناشر والمحلل الاستراتيجي. نعيد ترحيب بك أستاذ عبد الصمد بالكبير، هذه الحلقة الثانية في حلقة سابقة. رجعتنا لبداية الستينات، الأحداث مارس 65 اللي شاركتي فيها وتم اعتقالك، ومرتبط بهذه الأحداث وخاصة اللقاء اللي كان قلت لنا بين الراحل الحسن الثاني وعبد الرحيم بوعبيد في إفران، وما كان طبعا يسعى إليه من تقارب على الصعيد الداخلي. نريد طبعا معك في هذه الحلقة الرجع اللي كنتما كشباب بعد أحداث 65، وكيف تفاعلتم مع ما انتهى إليه الوضع السياسي في البلاد، خاصة بعد اغتيال المهدي بالبركة وفشل هذاك التقارب اللي تكلمتي لنا عليه. على كل حال نكملوا الحلقات بسرعة لأن الملك خطب الخطابة خطاب العفو أبريل 65، أيه، ولكنه في الخطاب لم يحدد هل هو عفو عام أو عفو محدد. ومن حسن الصدف كان أبي مع شي 18 محامي كانوا داروا عمل حركة كذا، استغلوا المناسبة واتصلوا برئيس المحكمة، رئيس الأول للمحكمة السناف، واعتبروا خطاب الملك عفو عام، وفتحوا علينا الزنازين كما فتح أفقير الزنزانة على الفقير المصري في القنيطرة باعتباره يمثل الملك. فالوكيل العام يربي الوكيل العام فتح علينا الزنازين، وكان حظا عظيما. لماذا؟ لأن المعتقلين في 65 في الدار البيضاء لم يطلق سراحهم، اعتبروا معتقلي الحق العام لأنه استعمل العنف إلى آخره إلى آخره. وطبعا دبرت الأمر، حولوا لنا، داروا إحالة من جناية إلى جنحة، وبدأت تتأخر الجلسات إلى أن وقع التقادم بعد 5 سنوات. وإذا خرجنا، وطبعا خرجنا في هذا المناخ واشتغلنا جيدا في إطار الشبيبة. كان عندنا تنظيم في مراكش ديال الثانويات، والتنظيم كان الحبيب الفرقاني في 45 مقاطعة أو قيادة حول مراكش، كانت 41 منظمة تنظيم مطلق، خلايا في التجار، في الصناع التقليديين، في رجال التعليم، في التلاميذ، في الجامعة أيضا لأن كانت كلية اللغة العربية كان فيها السي أحمد الطلبي، الفلاحين كلهم، إلى درجة أنه إلى درجة أن الشيخ والمقدم اتحادي والسلطة لا علم لها بذلك بصفة سرية. طبعا ليس أمامهم إلا ما تقدم لهم القبيلة. فكان تنظيم قوي جدا طبعا. كما تعرفون أن وقع انقلاب في صفوف على خلاف ما وقع لاحقا في قضية حكومة التناوب، يعني اتضح أن الملك
المرحوم لا يتحكم بشكل مطلق. يعني وقع الاغتيال ديال المهدي بن بركة، وأنا بالمناسبة أرجح خطاب الحسن الثاني في هذا الموضوع، أنه يقول بأنه لا يمكن أن يقتل أستاذه، أن يغتال أستاذه. وبالتالي العملية أنا عندي شبه يقين. وبالمناسبة أنا ألوم أخ البشير الذي رفض دفن أمه التي هي أمنا كلنا في المغرب، ودفنها بباريس بدعوى بشير بن بركة، بدعوى أن المهدي هو الذي قتل أباه. كيف بدعوى أن الحسن الثاني قتل أباه، وبالتالي هو يخلط بين المغرب والحسن الثاني والمسألة الثانية، والمغرب أعرق وأدوم من، وثانيا ليس بالنسبة إلي المجرم الرئيسي في اغتيال المهدي، ليس المغرب. المغرب استعمل أمنه كما استعمل الأمن الفرنسي ضدا على إرادة دوغول نفسها، وبالتالي اغتيال المهدي عنده بعد عالمي. يعني الرهان اللي كان ديالو ديال المؤتمر قارة الثلاث واللي الآن يتحقق الآن فقط، المهدي كان بدأ في لقاء بين مصالحة بين الصين وروسيا الاتحاد السوفيتي، وبين البعثين العراقي والسوري، وبين مصر والبعثين بين الناصرية والبعث، واشتغل في إفريقيا إلى آخره، وبالتالي كان داخل استراتيجية مدنية ذات طبيعة عالمية. وربما يمكن لي نقول لك باللي الإمبراطورية الأمريكية لاحقا اقتبست منه أسلوب عملية في استعمال المجتمع المدني لانقلابات ديمقراط بين قوسين مدنية. هو كان غادي بعبقرية، والدليل على ذلك بالمناسبة هذا الوعي المدني لدى المهدي هو في اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ليس حزبا، كتلة. فبالتالي الفكر المدني والفكر الانتفاضة وفكر التدرج وفكر النضال الديمقراطي عند المهدي بن بركة تعذر عليه في المغرب، ولكن أنجزه كثيرا وعطى 65 وأنجزه على الصعيد العالمي. لذلك الذي استهدفه بالدرجة الأولى هو السيا، وطبعا ساعدتها شين بيت والشباك الإسرائيلية، والعناصر التي اتضح فيما بعد بأنها عناصر أمريكية داخل النظام المغربي اللي هو أفقر. ثم باش نكمل الفكرة ماذا كان يكون أثرها لو عاد المهدي في 65؟ سينقلب تاريخ المغرب. كيف؟ لأن المهدي طاقة جبارة، قدرت تتم المصالحة الوطنية طبعا، لأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا على حساب الذين كانوا يطوقون الحسن الثاني ويكرهونه على الكثير مما قام به مرغما. هنا عبد الله العروي في كتابه هذا الماروكي حسن دو هو ينتقد الوطنيين ويقول أنهم سقطوا في ردود فعل تجاه الحسن الثاني. أنا معه، أنا أخذ على المهدي أنه يعني راعى إمكانياته هو، ولكن لم يراعي ميزان القوة الداخلي، أن الشعب ما زال عنده ثقة في أن القصر الملكي يجب أن يكون لديه دور في الانتقال الديمقراطي. وللأسف هناك حساس، يعني كما كان يقول الحسن الثاني الله يرحمه، تعبانان في جحر واحد لا يمكن اجتماعهما. المهدي عنده استراتيجية كاملة، والآخر الحسن عنده استراتيجية أخرى كاملة، وكان صعب اللقاء. كان السي عبد الرحمن اليوسفي عبد الرحيم بوعبيد قبل، ثم عبد الرحمن اليوسفي حل هذه المعضلة، وفعلا تأخر الأمر على كل حال. ولكن لو تم اللقاء، تجربة التناوب معناها هي إنجاز الهادمة تعطلها على مدى عقود. تماما، لأن التاريخ تيمشي بشكل موضوعي، ما هو ممكن أو ما هو واجب إذا لم تقوم به اليوم أنت مضطر للقيام به غدا، ولكن في شروط أقل ملائمة. أما التاريخ تيمشي بشروط بقواعد وليس بقوانين.
مثلا الانتقال لا حل الا بالانتقال الديمقراطي. الانتقال الديمقراطي يتطلب التوافق، توافق بين قوتين، القوتين اللي كاينه هي الحركه الوطنيه من جهه والقصر الملكي من جهه اخرى. خارج هذا لا يمكن احد ان يلغي الاخر. فقط مطالب القصر يمكن او مطالب الذين كانوا خلف القصر كانت اكبر، ومطالب الحركات الديمقراطية ربما كانت أكبر. المهم التلاؤم وقع بمناسبة وطنية اللي هو المسيرة الخضراء، وانفتح ما كان مغلقا. على كل حال خرجنا من السجن. غادي ننتقلوا الآن من التاريخ والسياسة، ننتقلوا لعلم النفس. كيف قلت لك هذه القضية ديال محاولة قتل الأب، انتم أمامكم قيادات تاريخية بهذاك العيار؟ لا ما كانش عندنا هذا. وقررتوا انكم اولا ما عندناش علاقات تخرجوا من هذا الحزب، ما عندناش علاقات شخصيه مع هاد الناس. بالتالي لا عبد الله تنعرفه، ولكن عبد الله كان قاسي. كنت احضر اجتماعات اللجنه المركزيه في 67، ولكن هو كان عنيف في ردوده، حاسم، خلاف عمر بن جلون مثلا، وطبعا خلاف الفقيه الذي كان رجل. اما عبد الرحيم كان شخص بعيد نسبيا، يعني رجل دوله في الحقيقه، ورجل الالتجاء اليه عندما يتعذر الحلول في المستويات الادنى. ما كناش عندنا علاقه بعبد الرحيم، من بعد عندي علاقه بعبد الرحيم جيده لاحقا، ولكن في هذا الوقت لا، ما كانش عندنا. اذا كيف تشكلت الحلقه ديالكم، حلقه السبب؟ طبعا ملي اعتقل، ملي اغتيل المهدي، بدانا في نضالات داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه كشباب خارج مقرات الحزب. مثلا انا وزعت مناشير بليل وبدون استئذان الحزب، والحزب كان عبد الحبيب الفرقاني يهيئ لنا الوسائل الرونيو وكذا، ولكن لم تروني ولم اراكم ليس علي. ثم يتركوا لنا حرية العمل كبيرة بزاف، يعني كنا نشتغل أحيانا بحماقات في الحقيقة كمراهقين. ولكن مثلا في الخصوص، لأن الحدث الحاسم هو 67، الحدث الحاسم هو اللي خلى الوعي ديالنا ينتقل من الوعي الوطني إلى الوعي العربي القومي، وبدينا تنحسوا بان اسرائيل عندنا وليس فقط في المشرق العربي وبعيد عنا. جاءتنا ادبيات فتح، واذا كانت تاسست الجمعيه المغربيه لمساعده الكفاح الفلسطيني. وبالمناسبه هذا الحدث هز كل شيء في مشرقا ومغربا، ولكن عبد الرحيم بوعبيد طبعا 1967 عبد الرحيم على الفاسي كان عنده هذا الحس بسبب اسلامي، ولذلك عنده علاقه بفتح منذ تاسيسها. اما عبد الرحيم بسبب 67 دار واحد المحاضره مثيره جدا في سينما النهضه في سلا، وانتقد فيها نفسه قبل انتقاد عمر بجلون، النقد الذاتي اللي دار عمر بجلون في المساله القوميه، وكان عنيف جدا في عبد الرحيم اخر لا علاقه لعبد الرحيم المعروف بالعقلانية والهدوء والبعد الاستراتيجي والحضار في القضية القومية، كان شيء آخر. هذا ساعدنا. ثم طالبي الحبيب كان جاء من سوريا وأتى بأدبيات إلياس مرقس بالخصوص وياسر الحافظ. هذا ياسر الحافظ اللي هو مشرقي ولكن ضمنيا مغربي، لأنه تأثر بعبد الله العروي، ونقل لي عبد الله العروي إن أكثر واحد فهمني هو ياسر الحافظ. ومعروف كتابات ياسر الحافظ كيفاش ربط بالمسألة القومية، الوحدة والتحرير فلسطين وبين القضية الديمقراطية وبين القضية التنمية وبين قضية العقلانية في السياسة، ما هو ممكن ما هو غير ممكن. هيجل اللي هو عبد الله العروي عمليا. فبالتالي جانا وبدينا تنشتغلوا داخل الحزب، ولكن بتدرج مدينة خالية فيها 4 أشخاص، يعني في مراكش. كنا تكلمنا على هذا الشيء ربما قبل، يعني في بالخصوص طالبي الحبيب طالب ومحمد المريني وانا. على الازهر؟ لا، على الازهر كان فاز ذاك الوقت طالب لاحقا، وبدانا نبحث عن اشباهنا. اتصلنا بالاموي في الرباط وجلسناه، واكتشفنا انه
بعيد، لأنه لا يهتم بما نهتم به نحن، اللي هو البعد النظري. لا حركة تورية بدون نظرية تورية. هو كان تهم الحركة الجماهيرية. من بعد تصلنا بالمجموعة عبد المنوني، ونزلنا في المنزل الملوك هنا في الطريق ديال تمارا. منوني وقتها رئيس اتحاد؟ لا لا لا، مازال ما كانش رئيس، ولكن خليته يعني مجموعته معروفة، وتبادلنا وثائق مكتوبة. حنا جبنا وثيقة في 50 صفحة وجلسنا يومين، لأن الملوك كان متزوج البرلماني اللاحق ابن فيقيق، ولكن تبين فيما بعد بأنه حنا مختلفين سياسيا. لماذا؟ هما البشير الفيقيقي وما عندهم وثيقة، يعني تتحدث عما تقريبا نفس الأطروحة ديال الحزب الشيوعي، ديال الرهان على برجوازية وطنية، وبالتالي ثورة وطنية ديمقراطية عن طريق التدرج والعمل داخل النظام إلى آخره. حنا لا 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 لا، حنا كنا الباب مفتوح. حنا 23 مارس ماشي للأمام، 23 مارس كان عندنا ثلاثة البيبان مفتوحين، يا إما انتفاضة المدن، النمط الروسي والنمط الإيراني لاحقا والنمط الفرنسي الأصلي الثورة، يا إما تطويق المدن من البوادي يعني سلاح، النظرية الصينية، النظرية الصينية يعني كيف عن المسلح، وطبعا خلال ذلك خلال الدخول ديالنا في المناقشات مع الأمام، مازال ما كايناش الأمام، كاين هي السرفاتي، كان نبهنا لمسألة البؤرة التورية، البؤرة التورية النظرية الجيفارية، واللي نضر لها جي دو بريف الكتاب ديالو طورة داخل الثورة. وحنا كانت بانت باللي الصحراء نموذجية في البؤرة التورية، لأن تجمع بين استكمال وحدة التراب والثورة الوطنية. كنتكلموا الآن فاش؟ أواخر الستينات؟ 67 68 ومطروحة قضية الصحراء وقتها؟ عندكم أنتم؟ لأنه عندنا دا بالضبط، يعني في الحق اللي كانت تدور في دماغه هو السرفاتي، هو اللي طرح علينا البؤرة التورية، قريناها وكنا تناقشوها، ولكن ما كناش يعني كان ما كانش عندكم علاقات الشباب الصحراوي اللي غادي يمشي للجهة أخرى؟ لا لا، كان عندنا. مين كانت عندكم علاقة؟ الولي. كانت عندكم علاقة مباشرة به؟ طبعا، يعني الوثيقة الكتاب الأزرق نحن معه الذي نصوناه. شنو كيقول هذا الكتاب الأزرق؟ يعني تيتكلم على تقرير، هو في الحقيقة هو هذوك الإخوان الصحراويين من اللي بدأوا فطريين، ولكن كانوا معكم في الاتحاد الوطني؟ لا لا لا، معلوم طبعا كانوا طلبة، ولكن يميزون أنفسهم يعني بدرجة كبيرة. كان عندهم حلقة بالاتحاد بحزب الاستقلال، كما تبين لنا فيما بعد، وهذا الشرح شرحته في مقالة طويلة تعقيبا على مقالة طويلة للخصاصي، إن الخصاصي ما كانش في بالو هادشي في الكتاب اللي خرج الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو خرج. وكان عندهم علاقة مع علي عطا. علاش علاقة مع علي عطا؟ لأن هذا الكتاب الأزرق الذي صغناه معهم أو صاغوه معنا أو إلى آخره، طبعه على علي عطا على حسابي في المطبعة ديال. شنو كيقول هذا الكتاب؟ طبعا تيطرح المسألة الصحراوية، استعداد لا تيطرح، تيتكلم على تاريخ الصحراء والوضعية الاقتصادية الصحراء وقبائل الصحراء وتاريخ والتجربة ديال الصحراء، وتيعطي نظرية في فشل أيت بعمران وجيش التحرير هناك إلى آخره، وتيطرح أن يعني الداك ما كانش عندهم وضوح واش جمهورية واش، ولكن يطرحون الكفاح المسلح. طبعا هما راه معروف بأنه داروا مظاهرة في طنطان 72، وطبعا أفقر قمعها قمعا شديدا، واستخلصوا من ذلك أنه لا أمل في الدولة في الإدارة. وطبعا كانوا ولكن واش ما كانش عندكم انتم نقاش معهم بهذا السبب؟ احنا كان عندنا خصوص قضية الوحدة. يعني قلت لك لا، ما كانش هذا السؤال مطروح نهائيا.
ما بتروحش قريه الانفصال نهائيا. هذا الشيء جاء من بعد، من اللي خرجوا مع ليبيا ومع الجزائر، وغالبا واحد المنطق تجريبي، يعني وجدوا انفسهم. وما يدل على ذلك ان الوالي عندما انتبه الى انه وقع في تجريبيه قاتله فصلته عن الوطن وفصلته عن الشعب المغربي بالطبع، عندما انتبه قتلوه. انا بالنسبه لي والقرائن كلها تدل لانه قتل من ظهره، وقائد مثله مفروض ان لا يدخل في معارك في الممارسه، اذا دفع به لكي يدخل الى موريتانيا الى اخره. فبالتالي سرقت طبعا مؤكد، كما وقع تخلص حتى من بومدين، من قتل بومدين. مع هذا هذا حديث طويل ممكن نجيو ليه فيما بعد، لان ما المستور اكثر من الظاهر. على كل حال قلتي لي علاقتنا بالصحراويين، انا كنت عامل في فاس خليه صحراويه فيها حوالي 15 واحد في الجامعه، ودون ان يعلم، لان في موضوع الصحراء كنا متواطئين على ان نشتغل بدون اظهار. المريني كان يشتغل في الرباط مع الوالي، هو اللي صاغ معاه الوثيقه، وانا اشتغل مع هذه الخليه بشكل يعني معزول على التنظيم ديال 23 مارس نفسه اللي كان فيه حوالي 50 واحد لا يعرفه احد. طبعا هادوك مصيرهم متعدد، كاين فيهم بعضهم اللي اصبحوا رجال دولة خصوص في الامن وكذا، كاين اللي خرج مع الطرف الاخر، ايه، وكيمكن كاين اللي ابتعد نهائيا، ولكن هذا في تطور لاحق لانه من بعد تعتقلنا الى اخره الى اخره. ولكن الاهتمام بموضوع الصحراء سياسيا وخصوصيتها جاء بسبب الاطروحه. احنا منذ البدايه كنا نرجح الحل النيني، نظريه الحزب، والحزب عدائدين، اما يدير انتفاضه ولا يدير ثوره الى اخره. وبالتالي حسمنا مع نظريه الجيفاريه لانه بورجوازيه صغيره ومغامراتيه وعبث، كي قال عبد الناصر على جيفارا يعني طرزان. وطبعا جيفارا اساء الى الثوره في العالم بالمقارنه للدور ديال المهدي المبارك، كان استراتيجيه المهدي اللي تكلمت عليه واستراتيجيه جيفارا اللي مشى قال تيخربق في افريقيا وتيخربق في امريكا اللاتينيه الى اخره. وبالتالي كنا تخلصنا من هذا الموضوع نهائيا. ولكن عندما دخلنا مع المجموعه التي كانت في الحزب الشيوعي يدك وعلى راسها السرفاتي، ودخلنا في نقاشات ايديولوجيه وسياسيه قبل ان يقع الاندماج، كان شرط نتفق نظريا عند كذا. عندئذ طرح هو الموضوع السرفاتي طرح اي موضوع؟ موضوع البؤره الثوريه في الصحراء. وهذا واظن ان هذا باش شوف، ولكن وقتها ليس بمنظور انفصالي. طبعا ماشي بمنظور انفصالي، تصور في القريب تنطلق من الصحراء. ولكن بالضبط، يعني اولا بحال كيف عملت الحركه ديال جيش التحرير، يعني نواجه العدو الخارجي لنتأهل لمواجهة الخصم الداخلي عمليا وإحراجه. ولكن أنت عندما تطرح الفكرة لا تتحكم في مسارها، لأنه هذوك الشباب ما كانش عندهم أطروحة في دماغهم، وماشي ماركسيين متشبعين بالنظرية كما هو الحال بالنسبة للسرفاتي مثلا. ولذلك بقيت لديهم هذه الجمرة عندما دخلنا إلى السجون إلى آخره، أصبحوا بدون موجه، بدون منظر، بدون محاور أو محاور. ولكن بالمناسبة حتى عندما خرجوا، أنا عندي خبر ونشرت، عندما توجهوا إلى الخارج مجموعة ديال 23 مارس، كانت خرجت مجموعة في القيادة، يعني 4 أشخاص في القيادة كانوا خرجوا والباقي كان في السجن أو لا مخبي، أنا بقيت هنا. وكان الفقيه البصري على برا بالطبع، كان نقاش معهم، وكان شرط الفقيه البصري أن يرفعوا راية المغرب وأن يعتبروا بأن ثورتهم تدخل ضمن تحرير التراب والوحدة الوطنية. هنا في لحظات من اللحظات يعني معروف بأنه اللي بدأ المشكل في الحق هو القذافي، نكاية في الجزائر وليس في المغرب.
وبالتالي باش يكون عنده نقطة، لأنه كان يخاف من الجزائر، أما المغرب كان بعيد عليه. والجزائر بالطبع دولة بين قوسين عتيدة وعندها طموحات وقتها طبعا طموحات كبيرة جدا على الصعيد العالم الثالث وليس فقط إفريقيا، وبالتالي كانت استراتيجيتين متناقضتين. ف يعني الوعي التجريبي بدل الوعي النظري هو الذي أسقط هذه المجموعة فيما سقطت فيه من مآسي حتى أصبحوا مرتزقة عمليا. إذا نختم هذه الحلقة، كيف في النهاية خرجتم من الحزب؟ احكي لنا القصة. شوية على كل حال بدينا تنطرحوا مسألة أن الحزب خصو يكون عنده إيديولوجية نظرية، وهي أنا تدارت واحد الندوة في الرباط هنا مهمة حضر لها عمر بجلون، وكانت النقاش حول ما هي النظرية علنية؟ لا داخلية في المقر اللي كان في فوق من لساتيان داخل المقر الحزب. اي داخل يعني فيها شي كده 40 واحد من النخبة ديال حضر معكم عمر بجلون هو الأساسي هو اللي شرفه، وكانت عندها أثر. شنو العام هذا؟ هذه تكون 68 غالبا 68 غالبا. واستجاب لها. الدليل على ذلك أنه صدر نشرة بدأت تصدر نشرة داخلية بسببنا، وكانت فيها دروس حول النظرية الاشتراكية، وساهم فيها السي محمد برادة وإلى آخره، وهو نفسه بالخصوص لاحقا ملي دخل السجن، لأنه خصني نقول لك المهدي بن بركة ملي خرج خارج المغرب أصبح واحد آخر، بدأت يقرأ الفكر الاشتراكي ولهذا أصبح عدو مضاعف. وعمر ملي دخل السجن وبسبب التأثير ديال النقاشات ديالنا حنا كان حتى المانوني في الحق، ولكن حنا كنا حركيين كتار وعندنا قاعدة اجتماعية كبيرة في المناطق اللي حنا موجودين فيها وديناميكيين، فبدأت يهتم لا بالمسألة القومية كبعد من البعد كذا، ولا ببقية الأمور الأفق الاشتراكي لآخره، ولذلك أيضا استهدف لاحقا خلاف الآخرين. إذن في هذا المخاض كان لقاء مع مجموعة الاختيار الثوري. أنا سافرت للجزائر بشكل لاحق في 69. علاه كاينه مجموعة الاختيار الثوري وقتها؟ إيه كانوا واحد الخالية صغيرة فيها حميد برادة. حميد مع بن سعيد ومع مولاي عبد السلام الجبلي ومع السي عبد الرحمن في الجزائر، ومع ذاك الصحفي اللي كان أستاذ في المعهد الصحافة تفسكا إلى آخره. كان عمل نخبوي وكنا تنسقوا معهم، أرسلنا إليهم في البداية حرزني من اللي التحق بنا، حرزني هو أسيدون كانوا في الخلية، ومن بعد أرسلنا حسين كوار، ولكن قبل ذلك كان أول لقاء مع حميد برادة في الجزائر، وكان نقاش في ذاك الوقيتة ديال الانفصال. ولكن حميد أقنعني شخصيا قال لي لماذا سنخرج من الحزب، لأن هذه نقاشات تأسيسية، داك اللي بين الكل معك خصك، هذه الأمور ماشي بسيطة ماشي تنظيمية. فقال هو رفض هذا الشيء. قال تلاقيتي أنت؟ أنا اللي تلاقيت معه فين؟ في الجزائر العاصمة. تلاقيتيه في الجزائر المقر ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الجزائر. إذا قال لك واحد الفيلا قال لك أفضل الجماهير موجودة في الاتحاد، فغادي نخرجوا من الباب ونعاود ثاني ندخلوا من النافذة. وبالتالي أنا أيضا كنت مقتنع بهذا، وتأخرنا. السبب الرئيسي في الحقيقة هو ملي دخلنا في تطور في العلاقات مع إل الأمام، وإل الأمام عندما أعلنوا انسحابهم من الحزب قبلنا كان مفروض أن نسير بنفس الشيء، وسأقول لك سرا. يعني في هذا الوقت كان في 68 تقرر باش نمشي لفاس، مع أنني لا أميل إلى الأدب العربي واللغة العربية، بغيت أنا خديت البكالوريا 68 وانتقلنا أنا والطالب المريني وإلى آخره وجينا للرباط. لا قالوا لي خصك تمشي لفاس. علاش؟ لأن فاس غادي يخرج منها القيادة كلها، أبو عبيد حمامة، حسين كوار، مصطفى مسداد، الناظم عبد الجليل، عبد الغني أبو العزم، واحد الأستاذة علا الأزهار، وبالتالي غادي يوقع فراغ.
فلقيت راسي خصني نمشي لفاس لأعوض فراغ التنظيم اللي كانت معاه. هما غادي يكملوا الدراسه ديالهم اما كاسيد السيك الاول او كاسيد السيك الثاني. وانا اشترطت الا ابقى في القياده الحزبيه لانه هذا راكم باقي اتحاديين القياده الحزبيه ديالنا حنا السريه. السريه ولكن حنا باقي اتحاديين. باقي اتحاديين ولكن داير تنظيم داخلي. طبعا اليازغي انتبه الى ذلك. انتبهوا لحزب وكذا حكايه طويله. شنو هي الحكايه؟ عرفكم انكم جاء في واحد الوقيته في المؤتمر الثاني عشر عيط لي انا والمريني 68 او لا 69 69 قال لي غادي تدخلوا للجنه التنفيذيه كقرار حزبي. شنو بغى يوردكم؟ طبعا لان حس بيننا غادي نحول الانفصال وبينه تنستافدوا من امكانيات الحزب ولكن لصالح تنظيمنا. وهنا قال لي قلنا انا امتنعت ونفاس كذا الى اخره. قال لي اذا اعطيونا جوج. فعلا مشينا تذكرنا ديك الساعه كذا واتفقنا على جوج اللي هو فهيم الحسين راهو في الناظور محامي كان معتقله والقبيله وقفت معه وخرج وعبد اللطيف القاوي الذي توفي اخيرا. وهما بجوج كانوا في فاس وجاو من فاس للرباط والتحقوا باللجنه التنفيذيه وبقات الامور في الكومون. ولكن ملي تاسست الكتله الوطنيه 1970 اي وتقرر غريب داكشي القياده قررت اعلان الانفصال سياسيا على الكتله وكتبوا بيانا بذلك. وكانت ندوه في كليه العلوم باسم الكتله فيها عبد الله ابراهيم وعلال الفاسي وعمر بجلون وعبد الكريم غلاب الى بقيت تنذكر. كانت على اخر بالمئات يعني حوالي شيء 2000 كذا. وطلب مني انا ان اتوجه للمنصه واعلن الانفصال. ايه بينه ونحن ضد الخط الاصلاحي. ولكن انتم تنظيم سري لا هذاك انكم خرجتوا كموظف هذاك اعلان على اليسار الجديد اول اعلان يعني هذاك البيان. اذا انكم ضد هذا التضرع اننا نعلن تاسيس يسار جديد مناهض للنظام المخزني وكذا ومناهض لل وعطوك الكلمه مرغمين. شكون اللي كان كيرأس والله عبد الكريم غلاب هو اللي كان تيعطي الكلمه. المهم انا خديت الكلمه ما كانش مشكل ناخذ الكلمه لان تيعرفوني كشخص ماشي بحال الاخرين اللي معايا في التنظيم. انا كان عندي نشاط جماهيري ولكن ملي خديت الكلمه جبت الورقه نقراها. والورقه انا شفت التنظيمات المركزيه انا ما مقتنعش بها بقيت متردد ما مقتنعش باللي رخيص. ولكن منضبط جاء عندي اسيدون في اخر لحظات ويضغط عليا الرفيق ينضبط ملي هزيت الورقه في رمضان رفضوا ان يسمحوا لي بقراءتها. القاعه على اخرها القاعه وقفتك لان احنا وهما متكافئين تقريبا في القاعه. بقيت حوالي ساعتين انت توصل لم اترك الميكروفون الا بعد ان قراتها. كان هذا الحدث هو اعلان ظهور اليسار الجديد في المغرب. وكان عنده صدى في الصحافه اعلان دولي على الصعيد العالمي لان هذا حزب حركه يساريه جديده سريه منبثقه من تنظيمات. لان نسيت في ذاك الوقت فاش بدينا تنقلبوا راه لقينا عبد الجبار السحيمي حتى هو داير تنظيم داخل حزب الاستقلال. داخل حزب الاستقلال ومع مع مصطفى الزنزناشني ديمقراطي هذا الى اخره. دخلنا معاه في الحوار اللي كان في الحزب الشيوعي كان ولكن في ديك الوقيته كان بدات كان بعد يعني جماعات كثيره التقينا بها قبل ان اشنو كان واحد النوع ديال البحث عن امثالنا ديال كان واحد النوع ديال الفوران في داخل المغرب كله داخل النخبه في العالم العربي بكامله. لانه 67 كانت زلزال وظهر فيها انه هزيمه ديال الدول وهزيمه الاحزاب وهزيمه فكر معين. وبالتالي وما تنساش بانه حنا كيف شرحت انا من بعد المهدي لعبد الله العروي لاحقا كنا متاثرين بعبد الله العروي كثير. وحيت ذكرت معه كتابه الاول كتابته للايديولوجيه العربيه المعاصره التي يحلل الايديولوجيه
الايديولوجيات السائده وكذا طبعا احنا، ولكن هو سياسيا لم يكن يسيركم بالضبط، ولكن لان اللغه المجرده قابله للتاويل، قابله للتاويل، ولذلك قال لي لم تفهموني. شكرا جزيلا الاستاذ عبد الصمد بالكبير، ويتواصل حوارنا معك بحول الله في حلقه قادمه.